بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة طيبين يا شباب، وإن شاء الله بإذن الله عام دراسي جميل، وتقدروا بإذن الله تحققوا كل اللي أنتوا عايزينه وتوصلوا لأعلى التقديرات. الفيديو ده موجه لطلاب سنة أولى بالذات، وبرضه في شوية شرح هنشرحه بالنسبة لطلاب المستويات العالية. طيب، المفروض الطالب سنة أولى إحنا بعتنا للمندوبين الأكواد الخاصة بكل طالب، فكل طالب هياخد الكود الخاص بيه، وبعد كده هيدخل على اللينك اللي هو المفروض تلاقوه في الفيديو من تحت. هتدخل على لوجن، فهتكتب الرقم القومي بتاعك. المفروض ان احنا عاملين رقم قومي ضمي كده عشان نتست بيه. اتاكد بس ان هو 14 كده. تمام. طيب، نيجي هنا للكود. الباسورد الديفولت عندك هتلاقيها من 1 لحد 6. لوجن. طيب، كان في رقمين ناقصين فنعمل لوجن دلوقتي. عامل كده لوجن معاك، المفروض يظهر لك الفورمات. اول حاجة عندك المفروض تعملها انك انت تغير الباسورد المفروض الديفولت اللي عندك، على اساس ما حدش يقدر يدخل مكانك او يقدر يعرف الداتا بتاعتك او يسجل مكانك. فهتدخل على سيت باسورد، هتحط الباسورد الجديدة اللي انت عايزها، وبعد كده تقول له ايه سبميت. كده هو عدل الباسورد. بعد كده هتدخل عليه ريبورتس. طبعا انت عندك هنا بيان حالة الفصل الدراسي والانجليزي، دي كلها ريبورتس ممكن تطلع. الحاجة الوحيدة بالنسبة للطلاب سنة أولى هتلاقي عندك شغال التسجيل والجدول الدراسي. هتدخل على التسجيل والفصول، هيعرض لك البيانات الخاصة بيك هنا. المفروض انك انت لسه طبعا جديد، فما انجزتش اي حاجه من ضمن الساعات دي. دي المواد اللي انت مسجلها، ودي الكريدتس بتاعتك، ودي السكشنز بتاعت الماده. عايز تعرف جدولك الدراسي هدوس هنا على الجدول الدراسي، هيقوم عرض لك الجدول بهذا الشكل. الجدول اللي المفروض عندك ده التوقيت بتاع المحاضره، ده اسم الماده، ده اسم الدكتور، وده المكان الخاص بالماده. طيب، في اي مشكله عندك في الجدول، في اي تعارض، هترجع لشؤون الطلاب هنعمل لك التعديل، واوتوماتيك هيظهر عندك على السيستم هنا ايه، بحيث تقدر تعرف جدولك الفاينل هيبقى كام. مع الوقت ان شاء الله باذن الله في نفس الجزء الخاص بالتسجيل والفصول هتنزل عليه درجات اعمال السنه او الميد تيرم، بحيث انك تقدر تشوف درجاتك وتقدر تقرر لو كانت الماده فيها مشكله معاك، تقدر تسحب الماده او تعمل انسحاب من الماده لو مش هتقدر تجيب فيها التقدير اللي انت متوقعه. كل سنه وانتم طيبين يا شباب، وبالتوفيق ان شاء الله.